فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحكم فيما يفعله بعض المدرسين في المدارس حيث يكتبون ملاحظات للطالب على المصحف، بل ويكتبون أحيانا يقول بعض المدرسين يكتبون ملاحظات للطالب على مصحفه، بل وأحيانا يكتبون عبارات للتشجيع على المصحف للطالب. لا يجوز هذا، يجب منعهم من هذا. المصحف لا يكتب فيه شيء غير القرآن، لا يعلق عليه، لا يضع عليه هوامش، لا ما يجوز هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.